نيهاما يطالب ببناء حاجز على الحدود البلغارية التركية لوقف الهجرة. وزير الداخلية يصف اتفاقية شينغن بالمعطل ويطالب بتعديلات قانونية. الخارجية تشدد على وجوب التخلص من الأسلحة النووية بشكل كامل. الثلوج الكثيفة تتسبب بانقطاع الكهرباء والعديد من الحوادث المرورية. توجيه الاتهام لشركة شحن في سالزبورغ بالعمل بالأسود. أهلا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. طالب كارل نيهاما من على الحدود البلغارية التركية ببناء جدار لوقف الهجرة غير المشروعة بميزانية تصل ل 2 مليار يورو. وبحسب وكالة الأنباء النمساوية، أشار نيهاما في زيارته إلى بلغاريا على النضال المشترك ضد الهجرة غير المشروعة، وأكد أن فيينا تقف إلى جانب صوفيا في هذا الصدد. وقال نيهاما يجب ألا نترك بلغاريا لوحدها في حماية حدودها، مشيرا إلى ضرورة الضغط لوقف الهجرة. وأوضح أنه لم يغير رأيه بشأن حق النقد ضد انضمام رومانيا وبلغاريا لمنطقة الشينغن، وقال أنه طالما الاتفاقية لا تعمل فلا يمكن توسيعها. أكد جيهارد كان وزير الداخلية أن عدد طلبات اللجوء تضاعف 3 مرات في العام الماضي، وهذا دليل على أن نظام شينغن معطل. وأوضح أن الحماية الفعالة للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي تحتاج إلى تحسينات فنية وتعديلات قانونية. ويذكر أن مفوضية الاتحاد الأوروبي أصدرت تقريراً حول ارتفاع عدد طلبات اللجوء العام الماضي في دول الاتحاد الأوروبي بزيادة قدرها 46.5% مقارنة بعام 2021. ويعتبر أغلب اللاجئين من أفغانستان وتركيا وسوريا ودول أمريكا الجنوبية. شدد وزير الخارجية ألكسندر شالنبرغ على وجوب التخلص من الأسلحة النووية بشكل كامل، وذلك بالذكرى السنوية الثانية لمعاهدة حظر الأسلحة النووية. وقال شالنبرغ في بيان له: ستظل هذه الأسلحة تشكل تهديداً للجميع طالما أنها موجودة، ويجب علينا تدميرها قبل أن تدمرنا. وأشار بأن التهديد باستخدام الأسلحة النووية أمر خطير للغاية ويتعارض مع القانون الدولي. يذكر أن تم اعتماد معاهدة حظر الأسلحة النووية في عام 2021، ولم توقع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبريطانيا والصين وفرنسا والهند وباكستان وكوريا الشمالية وإسرائيل على المعاهدة. تعرضت النمسا لمنخفض جوي حاد وهطول كثيف للثلوج نهاية الأسبوع، أدى إلى حوادث مرورية وانقطاع التيار الكهربائي وتوقف حركة المرور في العديد من الطرق. وبحسب وزارة الداخلية، كان أكثر الحوادث المرورية والأضرار في الممتلكات في ولايتي كيانتن والنمسا السفلى، مؤدية إلى العديد من حالات الوفاة. وحدثت مشكلات في إمدادات الطاقة وتعطل المرور في شوارع مدينة كلاغنفورد، حيث انقطعت الكهرباء عن 3000 منزل. اتهمت وزارة المالية شركة متخصصة بشحن الطرود في سالزبورغ بالعمل دون ترخيص أو ما يطلق عليه العمل بالأسود. وبحسب ORF، الشركة ارتكبت أكثر من 50 مخالفة للقانون، وأيضا هدد المسؤولون في الشركة العمال بغرامات تصل إلى 500 يورو في حالة الغياب بسبب المرض. والعمال في هذه الشركة يعملون لما يقارب 80 ساعة في الأسبوع، وكان عليهم قضاء الليل في موقف للسيارات أو على الطرق السريع دون سكن
وكان آخرون يقضون الليالي مع ما يصل إلى 7 أشخاص في غرفة في سكن شبابي. فهل تستطيع الحكومة السيطرة على ظاهرة العمل بالأسود؟ كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم. لا تنسوا المشاركة والتعليق والإعجاب على أخبارنا. كنت معكم أنا ممدوح مكين، شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.